صباح المشاعر الجميلة التي تنير قلوبنا وعقولنا معا. أعزائي المشاهدين، أبنائي الطلبة، يطيب لي أن أرحب بكم من المنصة التربوية السورية ضمن الندوات التربوية التعليمية التي تقدمها وزارة التربية لأبنائنا الطلبة في طور استعدادهم للامتحان. ندواتنا هذه مخصصة لمادة الفلسفة والعلوم الإنسانية طلاب الصف الثالث الثانوي الأدبي. الوحدة الثالثة، وحدة الأخلاق والعلم. أبنائي الطلبة، يمكنكم المشاركة عن أي شيء أنتم بحاجة له، أي سؤال، أي استفسار على المنصة التربوية السورية. بداية أرحب بالخبراء الذين سيثرون هذه الندوة، الأستاذ ماهر صالح مدرس مادة الفلسفة في مديرية التربية دمشق، والدكتورة سوزان إدريس مدرس مادة الفلسفة في مديرية التربية التربية دمشق، وبعد قليل ستلتحق معنا المدرسة نهلة سرميني والمدرسة بشرى بارجي من مديرية التربية حلب. نبدأ الآن مع الزميل الأستاذ ماهر صالح لإعطائنا لمحة عامة عن الوحدة الثالثة والحديث بشكل تفصيلي ما هي التكنولوجيا. أبنائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم. كما تعلمون أن منهاجنا يسمى الفلسفة والعلوم الإنسانية. الفلسفة والعلوم الإنسانية كتاب واحد ولكن في فصلين. الفصل الأول يوجد وحدة المعرفة، ثم وحدة الأخلاق، بعد ذلك وحدة أهل الأخلاق والعلم، والوحدة الرابعة هي الفلسفة الحديثة، والوحدة الخامسة الفلسفة المعاصرة، ونختم الفصل الأول بالوحدة الفكر العربي المعاصر. سوف نبدأ أولاً ما هي التكنولوجيا. كل شيء موجود حولنا، وأولها هذه المنصة التربوية التي تقدم كل جديد وكل مفيد، هي جزء لا يتجزأ من التكنولوجيا. التكنولوجيا أصبحت سمة العصر. التكنولوجيا هي من المصطلحات التي شاع استخدامها بالقرن العشرين. أنا إذا بدي أعرف التكنولوجيا، هي الاستخدام الأمثل للمعرفة العلمية، هي وضع المعرفة العلمية موضع التطبيق، هي التي أكملت النقص الموجود لدى الإنسان. الإنسان القدرات والإمكانيات التي زود بها، استطاع من خلال العقل أن يستكمل من خلال الاختراعات والأدوات التي سخرها لخدمته، أن يكمل النقص الموجود لديه. نبدأ بقضية للمناقشة. يقول ماركيوز: قد كان بالإمكان أن تكون التكنولوجيا قوة محررة للإنسان من خلال استخدام الأدوات لخدمة الإنسان، ولكن للأسف نحن عندما أفرطنا في استخدام هذه الأدوات أصبحنا نحن عبيد لتلك الأدوات، أصبحنا نعمل الوقت الكبير حتى نحصل على المال من أجل شراء هذه الأدوات. لذلك التكنولوجيا ممكن أن تكون لها فوائد ولها سلبيات. سوف نتعرف عن التكنولوجيا. التكنولوجيا سابقا في العصر اليوناني لم تكن موجودة لسبب بسيط، كانوا يعتمدوا على نظام الرق، والعبيد هم الذين كانوا يقومون بتلك الأعمال. ولكن بالعصور الوسطى بدأ استخدام التكنولوجيا، ولكن كانت التكنولوجيا بطريقة بسيطة وبطريقة بدائية. في القرن السابع عشر كما تعلمون أبنائي بدأت الاختراعات. أول اختراع هو القطار أو الآلة البخارية، واستخدمناها استثمرناها في مجال المصانع، ولكن شكلت خطر كبير على الإنسان. أن فسحت مجال لكي تحل محل الإنسان من خلال استخدام الآلات، مما أدى إلى مشاكل. هنا بدأ الإنسان يفكر أن التكنولوجيا أصبحت تنافسه في وجوده. هلا التكنولوجيا حاليا أصبحت منتشرة بطريقة كبيرة، ولكن استثمرناها وفتحت لنا مجالات كثيرة للعمل. بدنا نبلش هلا شو هي خصائص التكنولوجيا. عندي مجموعة من الخصائص، عندي التراكمية. التكنولوجيا الجديدة لا تسير مترافقة مع التكنولوجيا القديمة، ولكن بعد ذلك لتحل محلها. إذن هناك نوع من التساير، نوع من التساوق بين التكنولوجيا الجديدة والتكنولوجيا القديمة. هي بنقول لها السمة تراكمية. ممكن تيجيني اختيار من متعدد، أو ممكن تيجيني علل سمة التكنولوجيا التراكمية، حيث هناك تواجد مستمر بين التكنولوجيا الجديدة والتكنولوجيا القديمة لتحل محلها
بعد فترة بننتقل مباشرة لللامحدودية. شو يعني اللامحدودية؟ طالما يوجد عقل إنساني يفكر ويتخيل، هناك تكنولوجيا جديدة باستمرار. الاختراعات التكنولوجية لا تتوقف طالما الإنسان العقل الإنساني يتخيل ويفكر. وهناك أيضا القفزات التطورية. ماذا نقصد بالقفزات التطورية؟ أي تباين السرعة. التكنولوجيا لا تسير بسرعة واحدة ولكن بشكل قفزات تطورية. في عام 1957 لم يكن أحد من سكان العالم يظن أن هناك تقنية ممكن أن تنقل الإنسان من العالم الأرضي إلى الفضاء الخارجي. أعلن الاتحاد السوفيتي وقتها أنه قام بقفزة تطورية، وخرجت المركبة السوفيتية سبونتك من المجال الأرضي إلى خارج المجال الأرضي، وكان ذلك يشكل طفرة في التكنولوجيا. ونحن جالسين الآن في هذه المنصة، يمكن أن يظهر اختراع معين يقلب الموازين في علم الفيزياء أو في علم الكيمياء أو في مجال آخر، أو حتى ممكن أنه نحصل على لقاح جديد لهذا الفيروس الذي فتك بالعالم وغير نظام العالم وقيم العالم. إذن معناتها التكنولوجيا لا تسير بسرعة واحدة ولكن بشكل قفزات تطورية. الخاصية الرابعة الموجودة آل البعد الواحد. بالرغم من أننا نتطور بسرعة هائلة في مجال التكنولوجيا، ولكن لا تتطور القيم والمبادئ الأخلاقية والاجتماعية بنفس السرعة. وهنا يأتي دور الفلسفة دائما. عندما يوجد تغيرات في المجتمعات، يجب أن تواكب التطورات التكنولوجية والأخلاقية التطورات العلمية والتكنولوجية حتى نصل إلى تواكب بينهما. بعد أن أخذنا ابني، ما هي خصائص التكنولوجيا؟ التكنولوجيا قلنا أنه ممكن يكون إلى استخدامات إيجابية وممكن يكون إلى استخدامات سلبية. من الاستخدامات الإيجابية تبعها ممكن أنه أعداد هائلة نحن بدنا نقسمها. أول شيء في مجال التربية، في مجال العمل، في مجال الترفيه، في مجال التسلية، وفي مجال التواصل الاجتماعي. في مجال التواصل الاجتماعي تلعب التكنولوجيا دورا كبيرا. من خلال ماذا؟ قال من خلال منصات التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والواتس وما شابه ذلك. بالإضافة بالنسبة لفرص العمل، فتحت مجالات وفرص عمل كثيرة. في مجال حياتنا اليومية لم نكن نجد محلات تعمل في الموبايلات أو تعمل في الكمبيوترات أو ما شابه ذلك أو في المكيفات، فتحت مجالات عمل. بالإضافة ضمن العمل نفسه غيرت مجال العمل. كان العمل يعتمد على العضلات، يعتمد على الجهد الإنساني، بينما الآن أصبح أكثر سهولة. بالإضافة بالمجال التعليمي والمنصات التربوية والتعليم الافتراضي والتعليم عن بعد، خير مثال على التطور التكنولوجي وكيف وظفناه في مجال التربية. بالإضافة في مجال التسلية، هناك العديد من الألعاب موجودة بأجهزتكم الخلوية أو موجودة على الكمبيوترات الموجودة عندكم أو على التابات تستثمرونها. وبالإضافة أهم شغلة أن رفعت من مستوى الرفاهية للإنسان من خلال المكيف، من خلال الفريزة، من خلال الغسالة، من خلال كل هذه الأشياء. بس ولكن هذه التكنولوجيا غيرت علاقة الإنسان بالأدوات، غيرت علاقة الإنسان بالواقع. كيف؟ من خلال الفقرة الموجودة عنا اللي هي العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا. لقد تغيرت العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا من علاقة كما قلنا في أول الدرس أنها علاقة سلبية إلى علاقة إيجابية. قال استطاع الإنسان أن يستخدم الذكاء الصناعي الذي نهتم به كثيرا في مجال وزارة التربية من خلال مجال الريبوت، وأصبح منهاجا. صورة للإنسان الآلي، وحتى بعد المدارس الموجودة المدارس المتفوقين نزلوا المنهاج الريبوت كمنهاج إسرائي للصف السابع وبدون يكملوا معه، لأنه صار عنا تغيرت مجال الإنسان. حتى ابني الآلي الحاسب اللي أنت بتستخدمه هي نوع من الذكاء الصناعي، ولكن الذكاء الصناعي. مجمع
تقانا. تقانا. يعني كلمة كما يقال يجب أن نتأمل كثيرا، وبالتالي التكنولوجيا استطاعت أن تحدد موقعنا على الأرض، فبالتالي أنت ماذا يعني تريد أن تحدد يعني هدفك وغايتك في هذه الحياة. نعم. كما ذكر الدكتور، يرى الفيلسوف والمفكر فروم أن الإنسان في سعيه لحصول على مجموعة من المعلومات والمعارف استطاع أن يسخر هذه المعلومات والمعارف ولكي يسيطر على الطبيعة ويسخر الطبيعة لخدمته، وبالتالي أصبح هناك تطورات واسعة في مجال التكنولوجيا ساعدت في حل مشكلات الإنسان. إن الإنسان من خلال استخدامه للتكنولوجيا استطاع أن يطور حياته بطريقة أفضل، ولكن هناك نقطة سلبية. سابقاً دكتور، كان الإنسان مفعم بالحياة، مفعم بالحرية، مفعم بالنشاط، كنا نمارس مجموعة من الألعاب تنمي الناحية الثقافية وتنمي الناحية الاجتماعية لدينا، بينما الآن أصبح الإنسان محكوم عليه بالموت الوظيفي، أصبح الإنسان مستلب الإرادة والتكنولوجيا والمجتمع التكنولوجي قال هو الذي يتحكم به. أحياناً نرى الأطفال لديهم المهارات القوية والكبيرة في التعامل مع الوسط العالم الافتراضي، أحيانا لا يستطيعون أن يتعاملوا مع أفراد أسرهم أو مع مدارسهم. في الصباح كل واحد مننا يبعث العديد من الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي ويحيي العالم الافتراضي، بينما يمكن أن أهله الموجودين بالبيت ما تواصل معهم وما قال لهم صباح الخير. هي المشكلة الأساسية اللي ظهرت عنا. انتقل الإنسان من إنسان مفعم بالنشاط والحرية لإنسان محكوم عليه بالموت الوظيفي. معناته مثل ما قلنا أبنائي، التكنولوجيا سلاح ذو حدين، يجب علينا استخدامه واستثماره بالطريقة المثلى لما فيه فائدتنا وتطويرنا وتطوير حياتنا وزيادة المعلومات. الإنسان هو سيد الكون، هو سيد المخلوقات، وبالتالي مهما كان هناك تطور معرفي، تطور يعني تقني، تطور أو انفجار نسميه، يبقى الإنسان هو سيد هذه الكائنة. أشكر الزميل أستاذ ماهر على هذا العرض المفصل، ونرحب بالزميلتين العزيزتين الأنسة بشرى بلجي والأنسة مهل سرميني لانضمامهم إلى هذه النزوة. والأنسة بشرى يعني هي خبيرة في التعلم المتمازج الذي هو حقيقة دمج التكنولوجيا في التعليم. الآن بعد ما استمعنا الأستاذ ماهر، سنستمع من الأنسة بشرى عن التكنولوجيا نفسها قبل أن ننتقل لبعض مشكلة الإنسان المعاصر، وتحكي لنا لو سمحتي فكرة بس ياريت على المنصة عن تجربتك بالتعلم المتمازج، كونه عم نحكي بال يعني بالتكنولوجيا بالشكل سريع، ومن ثم تعرفي لنا بالنهاية عن على خصائص التقدم التكنولوجي. تفضل. ممكن أن نتحدث عن التكنولوجيا بأنها طورت حياة الإنسان، طورت حياتنا، استطاعت من خلال تطور ودخولها كل المجالات وخاصة في مجال التعليم، استطعنا من خلال هذا المجال أن وخاصة في الأزمات، خاصة في أزمة السنة الماضية في أزمة كورونا، استطاعت أن تحل مشكلة كبيرة وخاصة بالنسبة للطلاب. استفاد الطلاب من المنصات، من الدروس التعليمية التي تعرض على الشاشة، إن كان يوتيوب أو إن كان مثلاً منصات، طورت، فتحت أفق كبير من المعلومات، استطاع الإنسان من خلالها أن يدخل في تفاصيل كثيرة. نحن من خلال التكنولوجيا نستطيع أن ندخل إلى كل بيت، نستطيع أن نعرف متى زمن دخول مثلاً الطالب، زمن خروجه من الدرس. استطعنا نحن عبر المتمازج أن نصل إلى كل، حتى عبر الموبايل، عبر اللابتوب يعني او باختصار شديد تساعد على عدم الكذب التكنولوجيا. نعم جميل. نعم. ضبط ضبط يعني وتوجيه دخل على الموقع في الساعه الجميل. نعم في زمن محدد يدخل. نعم. تمام. لذلك لا يستطيع ان يتهرب من المسؤوليه. دخل الطالب في موعد محدد، حضر الدرس، حضر، قدم اختبار، ظهرت نتيجته، هذا كله ساعد على يعني توجيه وضبط الطالب ما
من خلال ضبط العملية التربوية والتعليمية. لذلك أيضا استطاعت التكنولوجيا أن تجذب هذا الطالب لأنها وسيلة عصرية، فاستطاع الطالب من خلالها أن يماشي الواقع ويحاكيه، فلذلك نحن وصلنا إليه، يعني دخلنا إلى أعماق هي الوسائل اللي عم يستخدمها، هي اللي نحن قدمنا له إياها، فقدر أنه يتأقلم معه ويتلائم بشكل سريع من خلال الفيديوهات، من خلال الصور التعليمية، من خلال عملية جذب عرض الدروس مثلا، كان أنه عبر برامج الأوفيس أو عبر برامج أخرى متنوعة. أيضا من خلال ذلك ممكن أن من خلال كل ما تقدم ممكن أن ننتقل إلى خصائص التقدم التكنولوجي. تمام، ندخل إلى خصائص التقدم التكنولوجي. نبدأ بطبعا الخاصة الأولى هي التراكمية. التراكمية استطاع الإنسان من خلالها، يعني بشكل سريع الأستاذ ماهر تقريبا ما تجي حكى تقريبا بس نحن هيك بشكل ملخص حتى ننتقل للشرح. طبعا اي بالنسبة للتراكمية طبعا لاحظوا من خلال التكنولوجيا الجديدة لن تلغي التكنولوجيا القديمة، انها وقفت جنبا الى جنب مع هذه التكنولوجيا واستطاعت ان تطور، هي توسع وتطور. دائما التكنولوجيا تخدمنا حتى لو كانت قديمة. لنأخذ مثلا الهاتف، الهاتف الأرضي، هذا الهاتف لم يعني نستطيع أن نستغني عنه، فهو الأساس في الشبكة، شبكة النت، لذلك لم تلغيها التكنولوجيا هذه التطورات القديمة. أيضا ممكن أن نأخذ اللامحدودية، فطبعا دائما الإنسان طموح، دائما يرغب في المزيد من المعلومات والاكتشافات، وهذا ما نريده من الطالب، أن دائما يسعى ويطمح إلى ما هو متقدم، دائما يطور يكتشف، وخاصة المبدعين. نحن نركز على مسألة الإبداع في العملية التعليمية والتربوية. نحن من خلال التكنولوجيا استطعنا أن نطور. لنأخذ مثلا الفلسفة، هي مادة كانت يعني يقال أنه كيف للفلسفة أن تدخل أو أن تترجم بالتكنولوجيا، كيف تستطيعون ذلك؟ لذلك أنه نحن دائما نثبت العكس ونتحدى هؤلاء الذين يقفون ويضعون عقبات أمام الفلسفة. استطعنا من خلال ذلك لاحظوا التطورات العلمية. طبعا هذا الشيء ما كان بسرعة يعني متقاربة، إنما بسرعات متفاوتة. ممكن أن نجد في السفن، في الطائرات، في المجال. نحن صحيح أننا يعني خطوة، نحن نخطو خطوة نحو الأمام والتقدم، لكن نطمح للمزيد، نطمح دائما لأن نحصل أو نصل إلى المزيد. هذه الاستمرارية في التقدم التكنولوجي طبعا أثرت على الناحية الأخلاقية. لابد من كل شيء أن يكون ذو حدين، إيجابيات وسلبيات. طبعا للتكنولوجيا إيجابياتها وسلبياتها، لكن نحن نحاول أن نركز على الإيجابيات أكثر من السلبيات من خلال ضبط العملية التعليمية وتوجيه هذا الطالب لما يخدم درسه. هذا الموبايل الذي بيد هذا الطالب ممكن أن نستخدمه في مجالات تفيده ويطوره ويبدع فيه أفضل من أنه يستخدمه في أماكن ومواقع أخرى. شكرا جزيلا للزميلة عزيزة بشرى على هذا البيان. ننتقل الآن للزميلة الأنسة نهلة سرميني ودرس أبعاد مشكلة الإنسان المعاصر. الدرس الثاني في هذه الوحدة هو درس أبعاد مشكلة الإنسان المعاصر. لعل أهم مشكلة يعاني منها الإنسان هي مشكلة ماذا؟ الاستهلاك. فالاستهلاك اليوم نعاني منه جميعا، لأن الإنسان أصبح لديه القدرة على أشياء، شراء أشياء كثيرة، لكنه لا يستطيع استخدام هذه الأشياء. فهذه الأشياء عن الاستهلاك فهو من أصعب المشكلات التي نعاني منها. لكن هنا يجب النظر إلى الدرس ككتلة واحدة، لأن بعض الطلبة ينظر إلى مثلا الاستهلاك، ما علاقته بالاختزال، ما علاقته بالاغتراب، ما علاقته بالعزلة والفراغ. هذه مشاكل متكاملة مع بعضها البعض. مجرد طرح مشكلة الاستهلاك يعني طرحنا مشكلة الاختزال، يعني طرحنا مشكلة العزلة والفراغ، يعني طرحنا مشكلة أزمة القيم وهكذا. إذا بدأنا بالمشكلة الأولى وهي مشكلة الاستهلاك، وهي المشكلة العالمية اليوم،
مشكلة الاستهلاك أن الإنسان أصبح قيمته اليوم في هذا العالم بما يملك من أشياء، وليست قيمته كقيمة حقيقية ذاتية لهذا الإنسان. فاليوم مثل ما أن الإنسان يسعى لامتلاك أشياء ليس لديه القدرة على استهلاكه، فأصبحت علاقته بالأشياء علاقة هشة جدا، لأنه لا يسعى لامتلاكه من أجل رفاهيته أو إكمال ما يحتاجه، وإنما من أجل التمظهر بها. نسي الجوهر الحقيقي لإنسانيته وتمظهر من خلال الأشياء، فأصبح اقتناء للأشياء ضروري لكن غير عقلاني، يسعى وراء الأشياء، وأصبحت علاقته بالأشياء علاقة فضول، أي نسي تميزه الحقيقي وتميزه الأساسي الذي يميزه عن غيره، أي البحث عن ماهيته أو جوهره الأساسي، والانتقال إلى التميز عن طريق السيارة، العطر، المنزل الفاخر، والذات الحقيقية فقدناها. عندما فقدنا الذات الحقيقية، عندئذ انتقلنا إلى المشكلة الثانية المرتبطة بالاستهلاك ارتباط مباشر، وهي مشكلة العزلة والفراغ. الإنسان بهذه الحالة فقد العلاقات الحقيقية، فقد مثل ما قلنا قيمته، فأصبحت الأشياء التي يقتنيها والتي يبحث عنها لا قيمة لها ولا معنى، لأن الأشياء لا تؤمن له حاجاته الحقيقية، وإنما هي أشياء أحاط نفسه بها على اعتبار أن السعادة سوف تتحقق من خلاله، لكنه أصبح يعيش حياة عبثية لا قيمة لها، لا معنى، لا وجود حقيقي. والإنسان في هذه الحالة عندما أصبح يبحث عن الاقتناء والسعادة من خلال الاقتناء، أصبح يهتم بالذات الفردية على حساب الذات الجمعية ومشاركة الآخرين أنشطتهم سعادتهم، فانتقل إلى المشكلة الثالثة وهي مشكلة الاختزال. ففي الاختزال لم يعد للإنسان قيمة من خلال مشاركته أنشطة الآخرين، وإنما أصبحت قيمة الذات والتركيز على الأنانية، وأصبح الإنسان محاط بالأشياء بدلا من الناس الحقيقيين. وممكن هنا مثلا دخل على العالم الافتراضي أو عالم النت، واعتقد أنه الناس المحيطين فيه في هذا العالم هم الناس الحقيقيين، فلم يعد يبحث عن العلاقات الأفضل، التعاون، المشاركة، الإنسانية، بناء المجتمع بشكل كامل، وإنما أصبح يبحث عن علاقات وهمية. لا يحلون محل الأصدقاء الحقيقيين ولا يغنون، وهنا أصبحت الأنانية هي الأساس، لأن الإنسان في هذا العالم الافتراضي يسعى لإثبات ذاته بطرق وهمية وليست طرق حقيقية. هذه المشكلة سوف تقودنا إلى مشكلة أخرى، هذا الإنسان الذي يسعى إلى إثبات ذاته بطرق وهمية أصبح لا يدرك ما هي ذاته، أصبح يعاني من مشكلة أكبر هي مشكلة الاغتراب. فقد ذاته في زحمة هذه الأشياء وزحمة هذا الاستهلاك، فلم يعد يدرك ذاته الحقيقية التي يجب أن يختلط بها أو من خلالها مع الآخرين. فالاغتراب أزمة كبيرة جدا جدا من أزمات المرحلة المعاصرة، وهي فقدان الإنسان لذاته وعدم قدرته على صنع هذه الذات، فقد ماهيته، فقد جوهره، لأن مثل ما قلنا بحث عن التمظهر وفقد الجوهر. هل يعني هناك أزمة يعيشها الإنسان؟ أزمة كبيرة جدا، فقدان الذات، فأصبحنا رجال آليين نقوم بنفس الأفعال، يعني نستيقظ صباحا نقوم بأفعال معينة، نذهب إلى المدرسة ثم نذهب إلى الجامعة ثم نتخرج إلى سوق العمل، لكن من نحن؟ ما الذي يميز أنا عن فلان عن فلان عن فلان؟ أصبحنا كما قال الأستاذ سابقا مصابين بما يسمى بالموت الوظيفي، مات الإنسان. يعني الآن صراحة يمكن أن يستغني عني أنا أي إنسان ويحضر بدالي مثلا رجل آلي أو كمبيوتر، يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يحل مكان الذكاء الإنساني. ما دور الفلسفة؟ دور الفلسفة إعادة بناء الذات الإنسانية، إعادة الذات. اليوم الأزمة الأكبر في مجتمعاتنا ككل، وليس فقط في المجتمعات العربية، كمجتمعات العالمية، هي مشكلة فقدان الذات. الإنسان لا يدرك ما السمة الأساسية التي تميزه عن الرجل الآلي أو الذكاء الاصطناعي. ما هو الفرق بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري؟ هل هذا يقولنا هل الكتاب الإلكتروني المعنى يغنينا عن الكتاب الورقي؟ وهل رائحة يعني الكتاب؟ قراءتي للكتاب تحس إنه أحسن؟ ملمس الكتاب؟ روح الكتاب؟ نعم. أي؟ يعني التقنية أو التكنولوجيا لا تحل. تساعد الإنسان. تساعد. على البحث، تساعد على. ممكن أن تكون الشغلات بشكل أسطح ما كانت موجودة، ولكن ما يبقى الإنسان هو المحكم. أنا لا أستطيع الانتقال إلى مكتبات عالمية للإطلاع على الكتب التي فيها، لكن أستطيع اقتناء كتب محلية وقراءتها في المساء. هذه القراءة لها حميمية معينة افتقدناها في المجتمعات المعاصرة.
فهذا يقود إلى الأزمة الأخيرة، وهي الأزمة أيضاً الناتجة بشكل أساسي، أزمة القيم. من نحن؟ نحن اليوم ننظر هكذا، أحياناً هكذا، أحياناً هكذا، لا نعلم من نحن في كل المجتمعات. هل نقلد هذا المجتمع لأنه الأفضل؟ هل نبقى على هذا الوضع لأنه الأفضل؟ أين نحن؟ ضاع الإنسان تماماً في هذه المتمأن الأزمة المعاصرة. فيقال، تفضل دكتور، يقال أنه اليوم الأزمة سبب الأساسي هو العولمة، والعولمة التي الشركات العالمية الكبرى التي تسعى إلى نشر بضائعها بغض النظر عن الإنسان سوف يستفيد أم لا يستفيد، سوف يحقق ذاته من خلال ذلك، لم يحقق ذاته لا يهمه، يهمه الربح ولا يهمه الإنسان، وبالتالي فقدنا الإنسانية. لذلك يجب البحث عن قيم إنسانية عالمية تكون قيم مفتاحية لجميع الشعوب ومن أجل التواصل والعلاقات الإنسانية العامة. أشكرك. ننتقل الآن إلى الزميلة الدكتورة سوزان دريس والحديث عن أخلاقيات العلم والتكنولوجيا. دكتورة سوزان في الواقع هي يعني مكسب حقيقي لوزارة التربية. شكرا دكتور. وهي بالتالي يعني لديها مؤلف لأخلاقيات العلم، وهذا الكتاب طبعا مشهور بدار الضفاف في الجزائر، ولها كتاب يعني مشكلة الإنسان عند ألبير كامو. نعم، هي شركتنا في التأليف المناهج المطورة يعني، ولها بصمات يعني لا تمحى في هذا الشأن. شكرا لك دكتور. عن أخلاقيات العلم والتكنولوجيا، تفضل. تمام، أسعد الله أوقاتكم جميعا. تحدث الزملاء قبل قليل عن التكنولوجيا وكيف حلت مكان الإنسان وكيف لها سلبيات ولها إيجابيات. هنا نتساءل ما دور الأخلاق وما موقفه تجاه هذه التكنولوجيا وتجاه العلم. تسارع هذه التطورات التكنولوجية أدى إلى التساؤل، هل العلم، هل التكنولوجيا الحديثة المعاصرة، التقنيات الذكية، الإنترنت، الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، هل هو مفيد للإنسان؟ أم هل هو أمر أخلاقي؟ هل العلم أمر غير أخلاقي؟ هنا نتحدث إذن عن أخلاقيات العلم والتكنولوجيا. هناك ثلاثة آراء حول علاقة الأخلاق بالعلم. أول رأي هو التمايز. ما معنى إذن التمايز؟ الارتباط، التكامل. بالنسبة للتمايز نقول، عندما نقول كلمة تمايز أي هناك اختلاف. ما معنى الأخلاق؟ أي هو أمر مخالف تماماً لمعنى العلم. ولكن الآن سنبحث هل هما مرتبطان متكاملان أم هناك اختلاف أي انفصال بينهما. بالنسبة للأخلاق هي مجموعة مبادئ وقيم ومعايير يجب أن تضبط سلوك الإنسان ليصل إلى الخير وإلى القيم الأخلاقية العليا. بالنسبة للعلم هي التطورات العلمية التكنولوجية، هي جهد إنساني منظم للوصول إلى القوانين. فإذا نتحدث عن الفرق بين أحكام تصدرها الأخلاق وأحكام تصدرها العلم، نستطيع أن نميزها. ممكن للطالب مثلا لسهولة الدراسة أن يرسم جدول مثلا يكتب فيه هنا الأخلاق وهنا العلم، فيقول أن الأخلاق تصدر أحكام وجوب، أقول يجب عليك أن تكون صادقا، يجب عليك أن تكون أمينا، يجب ألا تسرق. فدائما يكون الأخلاق إذن كما قام الأستاذ بمساعدتنا وذكرها على شكل جدول الذي تحدثت عنه، بأن التمايز يقول أن الأخلاق أحكامه أحكام وجوب، أي تدرس السلوك كما يجب أن يكون عليه. فأنا لا أقول أنك اليوم لا تدرس بشكل جيد، أنك تستخدم الإنترنت والأصدقاء الافتراضيين وتبتعد عن أهلك، هذه نسميها أحكام وجود تخص العلم. أما عندما أدرسه كما يجب أن تكون فهو الأخلاق. العلم يد أحكامه أحكام وجود ينطلق من دراسة الواقع كما هو موجود. الأخلاق يأمر، يأتي هي قيم تأتي للإنسان من الأعلى، كما يقول عادل العوى في الوحدة السادسة وسندرسها، بأن الأخلاق نبتة جذورها من السماء وثمارها على الأرض. فهنا نؤكد هذا الكلام بأن الأخلاق هي عبارة عن أوامر تصدر على الإنسان وتضبط سلوكه وتوجهه إلى القيم الأخلاقية العليا. فلا يكذب، لا يسرق، لا يستخدم التكنولوجيا بطريقة سيئة باستخدام مثلا الأسلحة المدمرة وغيرها. أما العلم وظيفته أن يصف، يلاحظ ويفسر. إذن هناك اختلاف بين الأخلاق وبين العلم، ولكن هذا الاختلاف أو التمايز لا يعني مطلقا الانفصال التام بينهما. عندما أقول لا يوجد انفصال أي هناك ارتباط. مثال، عندما أقول أن هذا مهندس أي هو يحصل على العلم، ولكنه لسبب ولضغط معين أو دافع مادي أو الرشوة أو أمر معين قال بأن هذا البناء صالح للسكن،
بعد شهر نكتشف بأنه غير صالح للسكن وتم تدميره ووقع هو وتوفى سكانه بعد انهيار هذا البناء. هنا نقول أنك عالم ولكن أين الأخلاق؟ أن المصالح الشخصية والرشوة وضغوطات معينة هي التي سيطرت عليه، فلذلك نقول أن العلم بحاجة إلى الأخلاق. أيضا مثال آخر، أكبر مثال نشاهده مثلا الطبيب، أنت لديك علم معين ولكن عندما تعامل المرضى مثلا الذين يلجؤون إلى المراكز الصحية المجانية بمعاملة سيئة وابتزاز ونوع من عدم علاجهم بالطريقة الجيدة لأنها مجانية، بينما يعالجهم بطريقة جيدة عندما يدفعون في عيادته مثلا مبالغ كبيرة، نجد أنه أين الأخلاق هنا؟ فأنت كعالم أيضا بحاجة إلى الأخلاق، ونحن أيضا وطلابنا الأعزاء عندما نستخدم مثلا اليوتيوب الإنترنت نحن نعلم لها سلبيات وإيجابيات وطرحها كثيرا الزملاء. طيب عندما نستخدمها هل نستخدمها بطريقة أخلاقية في مواقع مثلا جيدة تساعدنا في دراستنا أم نلجأ إلى مثلا مواقع إباحية أو غير صحيحة؟ فهنا نقول أن العلم بحاجة إلى الأخلاق وإلى والأخلاق بحاجة إلى العلم، أي هذا ما نسميه الارتباط. فالعلم لا يجب أن يكون لخدمة الإنسان، ولكن هناك مشكلتان عالميتان، مشكلة المعرفة والعمل ومشكلة الأخلاق والعلم. طرحت مشكلة الأخلاق والعلم، ولكن مشكلة المعرفة والعمل أحيانا كثيرة نقول أنه حاصل على ماجستير في المحاسبة ولكن يعمل مثلا جرسون في أحد المحلات لأنه لا يجد عملا مثلا مناسب، فهو يعرف ولكن لا يعمل عمل مناسب أو صالح مثلا لشهادته، أو بالعكس لم يجد إلا وظيفة مثلا محاسب في شركة وهو لم يدرس أصلا المحاسبة، درس الحقوق مثلا. وهذه ليست مشكلة في بلدنا إنما هي مشكلة عالمية، ولكن مع أنها مشكلة ولكن مشكلة ارتباط الأخلاق بالعلم هي مشكلة أخطر لأنها تمس جوهر الإنسان وتهدد حياة الإنسان ككل. فمثلا التكنولوجيا أدت إلى صناعة الأسلحة، طب الأسلحة أدت إلى قنابل نووية وذرية وأدت إلى دمار البشرية، لذلك نقول أن الأخلاق لا تسير بأمان ولا تجري بأمان إلا إذا استفادت من معلومات العلم. هنا تحدثنا بطريقة أخرى، قبل قليل كنت أتحدث أن العلم يجب أن يستفيد من الأخلاق، ولكن الآن أنا أتحدث أن الأخلاق بحاجة إلى الاستفادة من العلم. يعني مثلا ممكن أن نجد شخص تربى تربية جيدة أخلاقية في منزله ونشأت النشأة أخلاقية ممتازة ولكنه لم يتعلم، فنجد أن تصرفاته أقواله كلها جهل وتخلف، وللأسف قد يتطرف ينضم إلى جماعات متطرفة مثل داعش وغيرها لأنه لم يتعلم. وهذا ما يركز عليه فكرة الارتباط. في الفكرة الأولى تحدثت كم أن العلم بحاجة إلى الأخلاق، أنا هنا أتحدث أن الأخلاق بحاجة إلى معلومات العلم حتى لا يتحول إلى جهل. إذن هما يكملان بعضهما البعض، أي هناك صلات وعلاقات قوية بينهما للحد من الممارسات اللا أخلاقية التي سنتحدث عنها الآن. إذن هناك مشكلات أخلاقية ناتجة عن هذه التطورات العلمية، وهي في اتجاهين. الاتجاه الأول سوف نتحدث عن الاتجاه الأول وهو نقسمه إلى قسمين، الممارسات أو السلوكيات لا أخلاقية للعلماء وأسبابها. ما هي هذه الممارسات؟ مثلا سرقات علمية، عدم الأمانة في البحث العلمي. عندما تحدث الدكتور شاكرة له أنني قمت بتأليف كتابين ولهما دور كبير ولهما علاقة كبيرة بدروسنا، مثلا عندما أنا أؤلف الكتاب يجب أن عندما أخذ من كتاب أو مرجع معين يجب أن أوثق أن هذه المادة العلمية التي أخذتها من كتاب معين من بحث معين، هذا ما نسميه التوثيق أو الأمانة العلمية. فإذا من أهم الممارسات لا أخلاقية للعلماء أو المشتغلين بالعلم عدم الأمانة في خطوات البحث العلمي أو ما نسميه بالسرقات العلمية، أيضا تلفيق نتائج بحث علمي فقط لأنها تخالف نتائج الحقيقية للبحث الحقيقي. تمام، ممكن أن نقول هلا نستخدمها أحيانا عندما نقول يلفق عليه الأكاذيب، أي يزور ويعطيني أفكار ويتكلم عني كلام غير صحيح أي مخالف للحقيقة، فينا نقول تزوير. أكيد لا، عكس تماما. إذا التلفيق بمعنى تزوير، إعطاء نتائج مخالفة للنتائج الحقيقية. تماما تمام، هي ممارسة لا أخلاقية. ذكرنا لهم في الكتاب مثال عن شركة بريطانية كانت من أهم الشركات العالمية لإنتاج الدخان، ولكن باحث وعالم قال أن وصل إلى نتيجة أن التدخين يضر بصحة الإنسان.
هذه الشركة سوف تضر، فقامت بتلفيق النتيجة أي بتزويرها، فقالت أن التدخين لا يضر بصحة الإنسان، فهذه تسمى ممارسة غير أخلاقية. أيضا الاعتماد على أدلة تجريبية ليست علمية. الآن نسمع أن العالم كله يتسابق من أجل إيجاد لقاح وأدوية للكورونا مثلا، فعندما أريد أن أجرب على إنسان هذا اللقاح لا يجب أن أجربه بشكل عشوائي، إنما يجب أن يكون لها أساس علمي. ولكن ما نسمعه مثلا من أجل التسابق المادي للربح، قد يقومون بعض الدول مثلا بتجارب غير علمية من أجل تحصيل الربح. وأخيرا رفض نشر أبحاث علمية فقط لأنها تخالف اتجاه المحكم. أحيانا ممكن أنا ما معنى، يسأل كثير من الطلاب ما معنى كلمة محكم، أحيانا يقرؤونها محكم بطرق خاطئة. المحكم هي لجنة التحكيم المسؤولة عن قبول أو رفض أبحاثنا العلمية، وأنا والدكتور تماما على علم بمعنى هذه الكلمة. عندما قبل الماجستير والدكتوراه يجب أن نقدم مثلا أبحاث علمية محكمة. ممكن وهذا لم يحدث معنا، ولكن ممكن أن يحدث في كثير من الدول وكثير من الأماكن، أن بحثنا يتم رفضه ليس لأنه صحيح، ليس لأنه فيه خطأ أو مشكلة، فقط لأنه يخالف اتجاهات لجنة التحكيم أو اتجاهي مخالف لها تماما، وليس لأنه خاطئ أو فيه مشكلة. فإذا هذه هي الممارسات، ممارسات كثيرة لا أخلاقية، لكن هل تحدث هكذا؟ أكيد لا، لها أسباب، لها عدة أسباب، منها أن العلم الآن وللأسف أصبح مهنة أو وظيفة. كما قلت قبل قليل، العالم يتسابق لدواء أو لقاح لكورونا، آخر همهم فعلا أن يتحسن العالم وأن يشفى، إنما هدفهم فقط الترويج والربح واحتكار هذا اللقاح أو احتكار هذا الدواء. أيضا الحصول على الدرجات العلمية، حتى الطلاب أحيانا يصبح بينهم منافسة غير شريفة، فكثيرا ما نسمع أنه قبل الامتحان مثلا بأسبوع في أغلب المدارس يتم سرقة مثلا كتاب مهم يتم لأشطر طالب مثلا بالشعبة، لأنه قبل الامتحان لأنه منظمه وكاتب عليه كل الحلول رياضيات أو عربي. قبل بأسبوع نسمع بهيك حالات، فهي أمر خاطئ وسلبي ومنافسة غير شريفة للوصول للدرجات العلمية. طبعا مثل ما بتعرفوا أبنائي الطلاب أن تحليل النص هي من المهارات الجديدة، وهو سؤال إجباري بمئة درجة، لا يعتمد على الحفظ ولكن يعتمد على امتلاك مهارة تحليل النص الفلسفي. ونحن قلنا أن النص بده يكون له علاقة بالمنهاج تبعنا، بس مو ضروري يكون من ضمن المنهاج. أي نص خارجي ولكن يخدم أفكار المنهاج ممكن أنه يجينا. هلأ النص هو عبارة عن 6-7 أسطر بيكونوا بيتناولوا مقالة أو فكرة أو شيء حاكي فيلسوف، ونحن بدنا نقوم بتحليله. لحتى نقوم بتحليله بدنا نمتلك مهارة تحليل النص الفلسفي. أول شغلة بدنا نقرأ النص الفلسفي قراءة جيدة مشان نقف على الأفكار الرئيسية والمفصلية الموجودة فيه. بعدين بدنا نطلع شغلة اسمها الكلمات الغريبة، نحاول أن نفهمها مشان نمتلك النص معرفيا. بعد ما امتلكنا النص معرفيا تجينا مجموعة من الأسئلة اللي هي 4 أسئلة أو 5 أسئلة. بتبلش أول شيء بشغلة اسمها ما هي الإشكالية التي يتناولها النص. طبعا نحن بكل ندوة بنضيء على هالشغلة هاي. الإشكالية هي عبارة عن مشكلة، عن سؤال ليس له إجابة واحدة ولكن لدي يمكن أن يكون هناك عدة إشكالات. هلا مثل النص الموجود عنا، مثل ما أخذنا نحن بالثلاث دروس الموجودة قبلي، لقينا أنه المشكلة تبع الاستهلاك، هل الاستهلاك هو مشكلة العصر؟ هل الاستهلاك يمكن ضبطه؟ هل الاستهلاك مفروض علينا؟ هل الاستهلاك يغير القيم والمبادئ الأخلاقية؟ هل الاستهلاك هو المشكلة الأساسية في مجتمعنا؟ كلياتها هي عبارة عن إشكاليات تتعلق بهذا النص. هل نحن مستهلكين أكثر من منتجين؟ هل الاستهلاك انعكس إيجابا على المعرفة أو سلبا؟ هل الاستهلاك هو مشكلة العصر؟ كلياتها هي عبارة عن إشكالات ممكن. معناتها صارت الإشكالية واضحة بالنسبة لنا، هي عبارة عن سؤال. هالسؤال هذا ممكن يكون عليه مجموعة من الإجابات، وهالإجابات ممكن تكون صحيحة. نحن أخذنا نحن
بدنا ناخذ بالبحث الرابع. عندي عدة مذاهب فلسفية، عندي الاتجاه التجريبي وعندي الاتجاه العقلي وعندي الاتجاه النقدي وعندي الاتجاه الجدلي. ما فيني أنا أقول إنه واحد أفضل من واحد، كلياتهم اتجاهات معرفية بس، ولكن كل واحد نظر بجهة معينة. هلا أنا كشخص ممكن كتاجر أقول إنه الاستهلاك سمة أساسية وسمة مفيدة للمجتمع لأنه عم تحقق لي أرباح، وبعطي أنا مجموعة من الأدلة المنطقية على الاستهلاك. وهذا السؤال المركزي الموجود عندنا اللي هو السؤال الثالث أو الرابع، ودافع عن أطروحة. شو بدي دافع؟ بدي دافع عن أهمية الاستهلاك في المجتمع العولمي أو أهمية الاستهلاك. أنا وقت بدي دافع بدي أحكي 4 أو 5 أفكار منطقية تقنع الشخص الآخر. بدك تعتبر حالك ابني أنك أنت محامي وقدامك هيئة محكمة، وبدك تقدم دفاعك مشان توصل لفكرة صحيحة وتاخذ العلامة. هلأ أنا من وين بدي جيبهم؟ طيب ممكن يقول لي الطالب من وين بدنا نجيبهم أستاذ؟ بقول له من ثقافتك العامة، من المنهاج، من النص، من أقوال الفلاسفة، من حياتك اليومية. ممكن تضرب أمثلة، يعني نحن ما بنجمد حالنا بقوالب ثابتة محافظين نحن أنه كل نص أو كل وحدة إلى هالمفاهيم هاي وبنحفظ. لا، أنا هدلون الخمسة أسطر اللي بدهم يجيني أو 6 أو 7 أسطر هدلون متغيرين بس، ولكن المهارات التعامل تبعهم هي ثابتة. أنا من وين بدي أجيبهم؟ قلنا عندي أول شغلة اللي هي الإشكالية. الشغلة الثانية ممكن ما هي الفكرة الرئيسية للنص. هلأ الفكرة الرئيسية للنص هي الاستهلاك وحياة الإنسان، الاستهلاك والمجتمع، الاستهلاك يوجه الإنسان، الاستهلاك وعالم العولمة، كلياتها هي ممكن أن تكون أفكار. هلأ في عندي السؤال الثالث هو عبارة عن أفكار فرعية. أنا هلأ إذا استمر الجنس البشري في الازدهار فعند نقطة ليست ببعيدة سوف تسقط حتى أنماط الحياة الأكثر شحاً. هلأ أنا هاي فكرة فرعية، شو بدي أفهم منها؟ أنه نحن إذا استمرينا بالاستهلاك سوف نصل إلى مرحلة الأشياء الأساسية التي نسعى للحصول عليها اللي هي الخبز أو اللي هي الأكل البسيط ممكن أنه ما نحصل عليها. هلأ أنا أعطيت الفكرة بس ولكن بصياغتي بطريقتي، وهي الفكرة اللي بدنا نوجه لكم إلى أبناء الطلاب. السنة الماضية من خلال تصحيحنا دكتور وجدنا أنه بعض الطلاب بنزل لي السطر كلياته وبحط لي 1 وبحط لي إياه، لا ما بنعطيه علامة عليه، بدي أنا أنت شو فهمت من هذا السطر؟ هي اسمها فكرة فرعية. بننتقل للسطر الثاني، قال لذلك فإن واحد من أسهل من أوضح وأسهل الطرق لكبح جماح النزعة الاستهلاكية هي الامتناع عن جلب المزيد من المستهلكين. هلا هي تقريبا شي سطر ونص، أنا فيني أعبر عن ابن الطالب بكلمتين: لحل هذه المشكلة تحديد النسل والتوقف عن إيجاب الأشخاص المستهلكين. مو ضروري أنا أخذ قص لصق، أنت شو فهمت منا للفكرة بنحط الفكرة. هلأ بنيجي للسؤال كمان بنعتبره من الأسئلة الأساسية، ممكن تجيني دافع عن أطروحة وممكن تجيني أضحض الأطروحة التالية. نحن عم نقول دافعنا عن الأطروحة بأدلة منطقية، كمان بدي أضحض وأرفض الأطروحة كمان بأدلة منطقية. ابني أنت كمحامي أو ممكن تكون قاضي، ممكن أنك أنت بدك تدافع عن متهم وممكن بدك تدافع عن خصم هذا المتهم. أنت لحتى تمتلك المهارة بدي يكون عندك مثل أسلوب نحن ما بنحبه اللي هو أسلوب الصفصائيين، كانوا قادرين على الدفاع عن فكرة والفكرة المناقضة لها، بس نحن قلنا غاية معرفية مشان نخليك تمتلك مهارة الدفاع عن شيء معين، عن فكرة. ما بهمني أنا الفكرة صحيحة ولا مو صحيحة، بهمني أنك تحط لي 4 5 أدلة منطقية على صحة أو كذب الفكرة تبعك. معناتها صار عندي السؤال الرئيسي اللي ممكن يجيني ب40 درجة ودافع عن أطروحة أو أضحض أطروحة، وقلنا المجال مفتوح لثقافتك، ما بيتعلق الشغل بحفظ أو ببصر، بيهتم بمهارة تحليل وتركيب ونقد وإعادة بناء الفكرة من جديد. هلأ ممكن نحن نجيب لك كمان سؤال اللي هو شبه الموضوع بس ولكن ب3 أو 4 أسطر، اكتب مقطع او كون مقطع فكري توضح فيه الاستهلاك في المرحلة المعاصرة، او مثلا توضح فيه ان الاستهلاك يجتاح العالم، او الاستهلاك له علاقة بالتبدل القيم والمفاهيم الاخلاقية. وعندنا نحن هون اجري مقارنة بين مكانة الانسان قبل المجتمع الاستهلاكي ومكانة الانسان بعد المجتمع الاستهلاكي. يعني ما
فهمه من هذا الدرس، وبالتالي كما ذكر زميل قبل قليل انه هذا يعتمد على ثقافه، يعتمد على منهاج، يعتمد على فكره اوليه. اشكرك استاذ ماهر على هذا البيان. في النهايه يعني وحده الاخلاق والعلم، الاخلاق الزملاء كما تعلمون هي التي تضبط العلم. العلم نحن بحاجه له جدا، ولكن اهم من ذلك الاخلاق. ولذلك يعني العلم بتلاحظوا كان تطوره سريعا، وبالتالي كانت القنبله التي القاها الامريكيون على ناغازاكي وهيروشيما حتى الان لذلك هذا العلم اذا مثل ما حكى الاستاذ الانسي انه هو سلاح خطير ذو حدين. انما وقت ان تاتي الاخلاق، الاخلاق تاتي لتضبطه. لذلك يعني احمد شوقي امير الشعراء يقول اذا اصيب القوم باخلاقهم فاقم عليهم مأتما وعويلا. اذا الاخلاق ضروريه جدا، وانما الامم الاخلاق ما رقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. اذا نحن بحاجه العلم، وفي هذا السياق ساختم هذه الندوه لابيات عن العلم. وبالتالي ان العلم هو يعني هو مؤشر حقيقي ومحك هذه الحياه. تفضلي قبل ما اختم. فينا دكتور بس ننوه لفكره انه من خلال مبادئ العلم، مبادئ اخلاقيات العلم، ان نجسد الفكره التي ذكرتها من خلال مبدا الحذر، ان نكون حذرين في استخدام هذه التكنولوجيا ان كانت من الناحيه السلبيه او الايجابيه. فمبادئ العلم مهمه جدا في عمليه استخدام التكنولوجيا. اشكرك على هذا الاثراء. اذا علم العليم وعقل العاقل اختلف، كنا عم نحكي عن الاخلاق والعلم. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد احرز الشرف؟ فقال العلم انا احرزت غايته، وقال العقل انا الرحمن بعرفه. هاي كنا نحكي بالحياه ان الله ما يشرح العقل العرف. افصح العلم افصاحا وقال اينا الله بفرقانه اتصفا، فبان للعقل ان العلم سيده، وقبل العقل راس العلم وانصف. في ختام هذه الندوه اتوجه بالشكر الجزيل الى زملائي الانسه بشرى ورجي من حلب، الانسه ناس رميني من حلب، الاستاذ ماهر صالح من دمشق، الدكتور سوزان بريس من ريف دمشق، واشكر الانسه سماهر على هذا الكادر الفني الذي يعني اجهدتنا فيه، ونتمنى لها اليوم التوفيق، وهي طبعا طالبه ماجستير وتتحصل ان شاء الله الدكتوراه. وكل الشكر الى اداره المركز الوطني لتطوير المناهج التربويه، وشكر موصول الى وزاره التربيه على هذا المنجز الحضاري، المنصه التربويه السوريه التي كل الفائده لابنائنا الطلبه من خلال التعلم المتمازج ودمج التكنولوجيا في التعليم. ولن نلتقي في ندوات قادمه، دمتم في رعايه الله وحفظه. شكرا لحضرتك.